خير في سي عبد الرحيم، الله يرحمه مسكين، الله هو اللي برحمة الله وصبر عائلته. السيد راجل طيب كنعرفو، الله عمر ليه الدار وجيران ديالنا ومسكين الله يديم الله. تا جا السيد البارح انا ما كان عيان مسكين شوية، وانا بينو بينو قبل رمضان شي 4 ايام ولا 5 ايام جا مسكين شربني تاع عندي قهوة هنايا ومشى، ديتوني تا لحدا الباب وطلع مسكين وديم الله، الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. بقى فينا مسكين بزاف، صدمنا بهذه المفاجأة، الله يرحمه ويوسع عليه ويصبر وليداته ويصبر جميع المغاربة. هذا الشيء اللي كان مرة الشوق قبل رمضان قلت لك 3 ايام جا شرب عندي القهوة هنا وقطعتو تا الشانطي تاع اللهي عند كيجي مسكين كي رايح هنا ملي كيبغي يمشي لدارو كنقطعو الشانطي. هذا الشيء اللي غنقول الله يرحمه ويوسع عليه وإنه راجع الحياة ديالو بحال الناس بحال المغاربة كاملين، عايش مع وليداتو مع ولا جوج عنده جوج دراري والمرا ديالو. هادشي اللي كنعرف فيه انا يعني. انا كنعرفو هنا بنجديه، انا كنعرفو دابا كثر من 10 سنين ولا 12 عام دابا انا هنا بنجديه كنعرف، ما عمرني شفنا منو العيب، ما عمرنا شفنا منو شي حاجه. راجل طيب كيجي مسكين يشرب القهوه ديالو هو والناس كيسولو عليه الاصدقاء ديالو بعض المرات كيجي ويروحو معاه هنا ويشربو معاه القهوه ويمشيو بحالو. هادشي اللي كنعرف فيه انا يعني. الله عمر ليه الدار والله يرحمه ويوسع عليه. وتفاجأنا بزاف ما شفناش مسكين ما تسامحنا معاه ما والو. هادشي اللي غنقولو الله يصبره. مرحوم انا مدة ديال 10 سنين وانا تنعرفو على صعيد ديال الزهرة بحكم الشغل ديالي قريب من السكن ديالي هنا في لاريزيون ديال عمر في بنجدية، راهي الإقامة فين كنساكن تقدر تسدها تاهي. إنسان كيف ما تتشوفو في الميدان الفني، إنسان اللي هو خلوق، إنسان اللي دار أدوار اللي وصل فيها رسالة للمشاهد المغربي بحال هكاك في الزهرة ديالو. إنسان الله عمر هذا ربطتنا به علاقه ديال الزوار وعلاقه ديال الزوار. القهوه فين كان تيشرب ما كانش يبرك هو هنايا اصلا، كان تيبرك ليه في البدايه ديال الشارع، كان تيبرك في البدايه ديال الشارع في القهوه ديال الريف. مؤخرا هاد السنه الاخيره ملي تشد به الحال ولات عنده الصعوبه في التحرك ولات القهوه ديالو هنا بالقرب ديال الدار، كان انسان الله عمر هذا تعازي لنا العائله ديالو والجيران ديالو والاسره الفنيه الله يرحمه ويوسع عليه. الغياب ديال الممثلين غير نافوار، انا بهذيك العلاقه ديال الغياب ديال الممثلين انا ما ندخلش فيها، انا بحكم الزوره ديالي مع انسان الله عمر هذا كانت العائله ديالو مهليه فيه، انسان مستور الحال عنده جوج ديال الابناء عنده الزوجه ديالو كانوا مهليين فيه. مؤخرا عانى شويه من الوعكه ديال الوعكه الصحيه، انا ذاك الميدان ديال الممثلين جا وما جاوش غير نافوار. انا تنقدم التعازي ديالي بحكم انه جاري الله يرحمه ويوسع عليه، جاري هنا في بنجديه، واظن ان الجنازه ديالو خرجت من المسقيط ديال الراس ديالو دار السلطان